السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة ياسمينة للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة، رايحين نديرو الفاصوليا البيضاء أو اللوبيا البيضاء. هنا راح نبداو في وصفة على بركة الله. كمرحلة أولى كما راكم تشوفوا عندي اللوبيا التاعي، كنت بيتها ديجا ليلة كاملة في الماء، يعني حتى نشوفوا اللوبيا تاعنا راهي انتفخت ويعني وتولي طرية اللوبيا تاعنا. فأول مرحلة رايحين نصفيو اللوبيا تاعنا ونبدلو لها الماء التاعها. فمن جهة أخرى راح نجيبو طنجرة الضغط وراح نضعو فيها اللوبيا تاعنا اللي كنا صفيناها من الماء اللي بات فيه. هنا كمية اللوبيا أكيد تبقى على حسب أفراد العائلة وكل واحد يدير الكمية اللي يحب عليها. فأول حاجة راح نطيبو اللوبيا تاعنا بدون أي إضافات، فراح نضيفو عليها كمية من الماء حتى تغطى اللوبيا تاعنا، ونضعوها ونغطيو عليها ونضعوها تطيب على نار متوسطة حتى تطيب اللوبيا تاعنا. فقط إذا شفناها دارت يعني دارت الطبقة البيضاء من فوق نحيو الطبقة هذه، يعني من الأحسن أنه نحيوها الطبقة هذيك البيضاء اللي تشكل من فوق. هكا راح نحطو اللوبيا تاعنا تطيب بدون أي إضافات ونتلاقاو فيما بعد. من جهة أخرى راح نوجدو الدرسة تاعنا. بالنسبة للدرسة تاعنا عندي الثوم، كما نعرفوا اللوبيا تجي بالثوم وتحب الثوم، عندي 5 فصوص ثوم. بالنسبة للبهارات عندي الحار، بصل بودرة. بالنسبة للبصل بودرة إذا ما توفرش عندنا نستغناو عليه كليا، ما نضيفوش البصل الأخضر لأن اللوبيا تجي بالثوم ما تجيش بالبصل. عندي العكري أو البابريكا، عندي الكركم، القصبر مرحي يعني يعطي مذاق رائع للوبيا، القصبر مرحي، عندنا الفلفل الأسود والكمون. كما نعرفوا اللوبيا تاعنا تحب الكمون، وبلا ما ننساو الملح وملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة. رايحين نبداو في الطريقة على بركة الله، يعني كما نعرفوا نديرو فقط ملعقة واحدة من الطماطم المصبرة لأن اللوبيا ما تجيش حمراء بزاف. يعني اللوبيا هذه راح تجي بنينه ما شاء الله، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناه على المواصله. يعني هي وصفه شتويه بامتياز، يعني دائما في الشتاء تكون مع البرد اللي رانا فيه، يعني لازم اللوبيا تكون حاضره. هكذا راح نضيفوا كل كميه البهارات تاعنا، كل المقادير راح تسيبوها مكتوبه في صندوق الوصف، واللي ما يعرف صندوق الوصف فقط يضغط على العنوان راح يخرج له صندوق الوصف. راح نضيفوا الطماطم المصبره مع الزيت. كما على بالكم اللوبيا غليناها بدون اي اضافات، فهنا راح نضيفوا حوالي فنجان من الزيت، وراح نضيف الطماطم المصبر. لازم نفتحوا مليح الطماطم المصبره تاعنا مع الخليط، يعني باش كي نضيفوها تسهل العمليه وما تبقاش كتله واحده، يعني وتتفتح كامل مع المرق تاع اللوبيا. يعني لازم نخليو اللوبيا تاعنا طيب يعني جيدا، نخليو اللوبيا تاعنا طيب مليح. هنا كما راكم تشوفوا راح نشوفوا اللوبيا تاعنا اذا طابت. يعني كما راكم تشوفوا هنايا اللوبيا تاعي راهي طايبه ما شاء الله. هكذا بهذه الكميه كما راكم تشوفوا كمام كميه المرق كذلك راهي بقات لي كميه المرق، يعني ما نحتاج نزيد المرق. فقط اللي شاف اللوبيا تاعو هنايا راهي ناشفه من كميه الماء. نسخنوا الماء، لازم يكون ماء مغلي، يعني ما نضيفوش ماء بارد، لازم يكون ماء مغلي ونضيفوه للوبيا تاعنا، ومن بعد نضيفوا البهارات ونضيفوا الدرسه تاعنا. فانا هنايا كميه الماء المرق هذه ولا كميه الماء هذه راهي تكفيني باش نطيب فيها اللوبيا تاعنا بالبهارات والدرسه. راح نفتحوا الدرسه تاعنا مع اللوبيا كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه هنا فقط نشلو الصحن اللي كنا مدايرين فيه الدرسه، يعني باش ما نبدلوش كل المقادير، يعني نستعملوا كل المقادير اللي ضفناها. راح ناخذوا كميه قليله فقط من المرق ونشلو بها الصحن تاعنا. بهذه الطريقة ونضيفوها أكيد مع اللوبيا التانية، يعني بلا ما نبذرو ولا شيء.
هكذا. وراح نخليه اللوبيا تاعنا حوالي 4 دقائق الى 5 دقائق يعني على نار متوسطه، يعني حتى تنكه بكل البهارات، والبهارات تاعنا يذوب مع المرق. يعني هنا ما نعاودوش نغلقوا عليها، ماشي لازم نعاودو نغلقوا عليها بالكوكوت، يعني نقدروا نخليو الكوكوت مفتوحه ونخليوها فقط تغلي من 4 دقائق الى 5 دقائق حتى تنكه اللوبيا تاعنا بكل البهارات اللي فيها، وتكون شربت شويه كميه المرق اللي بقات. كما نعرفوا ان اللوبيا ما تجيش فيها كميه مرق كبيره. وهنا اللي غير يحب يضيف عنده، اللي يحب يضيف كذلك الحار، يقدر يزيد يضيف الحار. يعني كل واحد نسال الحار، كل واحد كيفاش يحب انه الحار يكون. هكا راح نتلاقاو ونشوفوها في صحن التقديم. يعني من اجمل الوصفات الشتويه، واللوبيا لازم تكون حاضره في الشتاء تاعنا حنا كجزائريين. ما كانش عائله ما يكونش مدايره انه في الشتاء ما تكونش مدايره اللوبيا. هذا هو شكل طبقنا لنهار اليوم كما راكم تشوفوا، يعني تجي ما شاء الله. هنا فقط درت لها في الاخير القليل من المعدنوس، كما نقدروا نديروا لها القليل من الحشيش او الدبشه، يعني على حسب المتوفر عندنا. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. واذا حبيتوا وصفات اخرى ما عليكم غير تكتبوا لي في التعليقات في صندوق التعليقات. واذا حبيتوا يعني عجبتكم الوصفة ما عليكم غير ديروا الاعجاب او اللايك، والى الملتقى.